يتميز العراق بالبيئة الطبيعية المتنوعة التي تضم المسطحات المائية كنهري دجلة والفرات والصحراء والسهول الخصبة. هذا التنوع البيئي سمح للعراق أن يكون مركزاً لحوالي 400 نوع من الطيور المهاجرة والمقيمة، فهي تستوطن العراق بأعداد كبيرة جداً خصوصاً في موسم هجرة الطيور المائية منها، مما يجعلها هدفاً لسلاح الصيادين الذين ينتظرونها. عند الشروع للصيد يجب أن تكون هناك خطة محكمة من قبل قائد المجموعة لتوزيع الصيادين في عدة أماكن ليتسنى لهم اصطياد أكبر عدد من الطيور. شباب تعالوا وياي. راح ينزلون مجموعة منا تاخذ السدة. هاي السدة تساعدكم شوية. تاخذوها بعدين تلتقي بيكم تقاطع وياكم سدة ثانية على اليمين. تنزلون على اليمين. نفس المكان. أيوة تسوون نوجاتكم وتذبون طيوركم. احنا راح نفتر من جهة ثانية. من يبدأ الرمي من ديش الجهة راح يجي عليكم الطير وبعدين نضل كل ما يطير عليكم ويجي علينا نبدأ احنا عملية الرمي. توكلوا على الله. يعني بداياتي بالصيد كانت يعني من الطفوله بس مو صياد، يعني امشي ويا الصيادين، يعني انتقل وياهم من يصيدون واتفرج عليهم وعجبتني هاي الهوايه. كنت اتمنى انه يعني اتقدم بالعمر حتى اصير لي امكانيه انه اصير صياد مثلهم. فالبدايات يعني حبي ولعي بالصيد من الطفوله، يعني احب الصيد، لكن من كبرت بعد قدرت يعني اقتني بندقيه واطلع بالصيد. هذه المهنة لا تخلو من المتاعب، حيث إن صيد الطيور يتطلب المشي في طرق وعرة والحذر الشديد أثناء المشي من الوقوع في المستنقعات. كذلك يجب ارتداء ملابس خاصة للصيد وتكون ملائمة وبنفس الألوان التي تخص بيئة الصيد. والله الصياد المفروض ابتداء يعرف وسائل الأمان، يعرف شلون يأمن بندقيته وشلون يصعد بها بالسيارة وشلون ويا مجموعة الصيادين شلون يتنقل وشلون يأمنها وليمتى تكون مهيئة للصيد وشلون يفحصها. هاي ابتداء. أما بقية المستلزمات الصيد فهي بالنسبة لصيد البنادق أحكي لك عنها، يعني البندقية والملابس تمويه هي تحاكي الطبيعة، يعني نفس البيئة اللي أنت تحاول تصيد بيها. كأن تكون مثلا بيئة صحراوية تاخذ ملابس صحراوية تحاكي الطبيعة، يعني حتى تكون بيها عنصر التمويه متوفر. وإذا مناطق خضراء مثل هذه يكون مثلا ألوان قريبة للخضرة حتى هم نفس الحالة. وأكو صيد ما يتوجب، يعني مثلا صيد الدراج بالعكس، يعني من المستلزمات أن تكون مثلا القبعة حمراء أو اليلق أحمر، لأنه هو عنده طير عمى ألوان، يعني ما يميز الألوان، بس لأنه تتنقلون بالمزارع وبين أشجار كذا، هاي حتى تكون فرصة للصياد أن يرى صديق الصياد أو زميل الصياد، يعني حتى ما تكون هناك تقاطع وياه. من المستلزمات الضرورية إنه يأخذ هاي يعني القبعة أو اليلق الأحمر أو علامات يعني مميزة. من الأحذية خاصة، الملابس مثلاً بالمناطق المائية
تكون ملابس يعني مثل هذا اللي أنا سأرتدي، يعني يقيك الضربة من الأعشاب القصب أو اللي موجودة بالماء، هم يعني تحميك، وهم يعني من البرد هم يعني تحميك، فما أكو ملابس خاصة إلها. في هذه المناطق يكون طائر الدراج من أكثر الطيور انتشاراً وأسهلها صيداً، ويكون لحمها من ألذ اللحوم كونها لا تتغذى إلا على الحبوب والأعشاب ولا تأكل الديدان. هناك عدة طرق لصيد الدراج، منها الصيد من خلال السيارات في الصباح المبكر وقبل الغروب. في هذه الأوقات يبحث طائر الدراج عن الطعام والماء، وطائر الدراج لا يخاف السيارات ويكون قريبا منها، لذا يتم صيده بسهولة. هي منتج الطيور المهاجرة، هو يبدي موسم الصيد، يبدي بداية الشتاء. العراق الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بأنه يكون ممر ل90% من الطيور، فمنها من يصيف ومنها من يشتي ومنها من يتكاثر وباقي بالعراق. الصيادين اللي يعني موجودين بالعراق يحبون الصيد. بالنسبة للطيور البرية الدراج هو أكثر شيء اللي يحبون صيده، موجود هذا ومستوطن بالعراق، يعني يفرخ هنا ويتكاثر. والحبار ممنوع طبعا صيده، لكن اكو صيادين يصيدوه، هذا بالمناطق الباديه موجود، الشماليه والجنوبيه موجود. هاي من انواع الطيور اللي يحبتها الصيادين. وبقيه الطيور هي اللي هذا الحمام، الطبان اللي هو موجود دائما بالبساتين لانه يتكاثر بين النخيل. أما بالنسبة للطيور المائية فهو يبدأ بالطيور الكبيرة اللي هو الكركي، وهو محرم دوليا صيده لكن موجود بالعراق، وقسم من يعني يصيده. والوز بأنواعه، وز العراقي والأخرس والصيني يعني أنواع وأحجام متنوعة، لكن هذا يجي من أوروبا وآسيا ويجي يشتي بالعراق، تكاثره خارج العراق. يبدأ الموسم يعني قدومه إلى البلد بشهر بداية التاسع. طبعاً الطير مو كله بالتاسع، قسم بالتاسع وقسم بالعاشر قسم بالهدعش، لكن هو مهم أيلول، يعني يبدأ بأيلول وينتهي بآذار، نهايات آذار يرجع يهاجر إلى البلدان اللي يجي من عندها. واللي طيور المائية اللي أكثر شيء معروف بالعراق والناس تحبه وتحب تتناوله يعني هو الخضيري طبعا، والبربش والكوشر والتشوشم والحذاف الصيفي والشتوي. مناطق الصيد من الشمال للجنوب كل العراق بيصيد، لكن الظرف الحالي انه اكو مناطق ما نقدر ندخلها، مناطق مثلا الباديه الشماليه، باديه الرمادي، يعني الصيادين هسه ما يقدروا يروحوا، حتى يعني صلاح الدين وغيرها. مناطق كردستان لها يعني احكام خاصه، باقي مناطق العراق الجنوبيه كلها الصيد بيها، وحتى مناطق يعني الصيادين من الشمال ظلوا يجون هنا
يمارسون هواياتهم بالمناطق الجنوبية. البحيرات والمناطق اللي يعني هسه نصيدون بها الصيد الطيور المائية هي مناطق الأهوار الجنوبية، ميسان والبصرة والناصرية والكوت، هي هذه بها مسطحات مائية واسعة. قسم من عندها حاليا صارت ضمن يعني التراث الموروث والكذا، وهذا صارت فيها أحكام معينة راح تصير محميات يعني يمنع صيدها، لكن بقية الأمور يعني بقية البحيرات موجودة وممكن واحد يتمتع بالصيد بها ويمارس هوايته. في بعض الأحيان يبقى الصياد في موضعه لساعات طويلة لمراقبة الجو، مستغلا نوع الملابس التي يرتديها والتي تحميه من الطقس البارد. هذه طبعا طريقة الصيد بالسلية، سلية شبك بشكل دائري، فتحات مالته كلش ناعمة، فتحات صغيرة حتى الأسماك حتى الحجم الصغير ينصاد بيها. طرفها قطر الدائرة يكون حبل وبيه سلاسل يعني من رصاص حتى يكون الوزن ثقيل والشبك ينزل على الأرض، وهذا نوع من أنواع الصيد اللي يستخدموه الصيادين مناطق يعلفوها يذبولها يعني علف للأسماك، وبعد ما يجمع الأسماك يعني يتعود يأكل في نفس المنطقة يجي الصياد ويرمي بالشبك ماله. الشبك مثل ما جاي تشاهدون إنه شكل دائري يعني قطر دائري، والحبل اللي بالوسط من يسحب الصياد يتجمع كل الرصاص على شكل حوض كيس، والأسماك تنحصر داخل الكيس يسحبها. هذه المهنة تحتاج أمورا شرعية لابد للصيادين أن يقوموا بها. هناك صيادون يعملون على صيد الطيور والأسماك، فبعضهم لا تقتصر مهنته على صيد الطيور فقط بل تتعدى لصيد الأسماك حسب البيئة المتوفرة في أرض الصيد. هناك طرق غير شرعية في اصطياد الأسماك، منها استعمال التيار الكهربائي وغيرها. الطرق الشرعية هي تقريبا ماكو غير الشبك الموجود عندنا. تختلف طرق الصيد بين الجنوب وبين الغربية. الغربية أكثر شيء عندهم الكرفة، ثرثار، رزازة، أكو نصب شبك بس الأكثر كرفة. هذا الشبك يكون شوي الخيط ماله يعني متين وقوي، يعني يتحمل مثل إذا يتشل بجوه حتى فتشي يعني قوي ما يشق الشبك يقاوم، هو يتعرض يعني ينشق بس يقاوم أكثر شيء. مثل عرق مال زورة قديم جوه بالمي هذا يقاوم وياه، وعبارة عن اكياس يعني مو شبك عادي، من جوا بي اكياس ورصاص وكرفات كبيرة، ثرثار مو يعني متر ومترين، يعني زورق للحبال زورق للشبك، يذبونه مكاين وبعدين يجرونه بدرك تراث على الجروف منا ومنا. هاي بالنسبة للبحيرات أكثر الصيد بالكرفات. هنا بالجنوب يعني اكثر الصيد بالشبك، يعني ما عندنا بكانات مال كرف، لان هنا الاهوار بيها قصب، الثرثار الرزازه لا مفتوحه ما بيها قصب. هاي الطرق الشرعيه، هو ماكو غير الشبك وفاله، يعني الفاله بس صيدها قليل. الغير شرعيه السم والنتال اللي هسه طلع النتال، يعني اللي اشوفهم مرات نلقاهم بالمشاريع عن طريق الصدفه، جهاز خاص طبعا هو يولد كهرباء مولده، واكو يخلوا يضيفوا له مقاومات ما ادري شنو، يعني يسوون دوره كهربائيه قويه، يخلون شبكه
احنا نسميها شقافه خشبه وبنهايتها دقمه والوايرات بها. يعني الظهر يطونا بس حار والمي بارد، فهاي تجي اللي يموت يموت، اللي يطلع يطلع، اللي ما يلوح الدواء يعني يأذي، بس على الأكثر أكثر يموت. أكثر الصيادين حسب يعني انتماءاتهم وعقائدهم موجودة أحكام صيد لأي مذهب من المذاهب، هي أحكام صيد يلتزمون بها وهي متشابهة. الطير الرصاص اللي يصيبه هو هذا تذكيته، يعني هو الذبح مالته، لكن أنت تذكيه. يعني المتعارف عليه أو اللي إحنا قارينه ونعرفه أنه أنت من تسدد على طيره يعني بنية الصيد وتصيبه تتحرك عليه بسرعة حتى تذكيه وتذبحه، هذا يكون حلال. أما أنه بسكين طبعاً، والسكين لها يعني نوعية خاصة أو كذا. أما أنه طريقة قطع الرأس أو المغص والطرق الأخرى هذه طبعاً مو صحيحة ومو بس مو شرعية، يعني ما مقبولة. بقية يعني الأشياء هي معروفة وبها أحكام صيد، وأي واحد صياد لازم يطلع عليها حتى يشوفها. الصيد وإن يكون مرات نصيده بينه وبينه نهر والجو بارد، يعني إحنا نحتم علينا نعبر له حتى لو الجو بارد، لأنه يصير حرام وإحنا ما نريد ندخل بهاي النسبة حتى نتعرض للبرد القارص في سبيل إنه لا يكون صيدنا حرام. نروح نجيبه ونذكيه ونذبحه ونتبع يعني أحكام الصيد بشكل تام. يا الله يا الله يا الله، خير خير خير. وقف وقف، خلي يجيك خلي يجيك. يلا عاشت ايدك ابو احمد، عاشت ايدك عاشت ايدك عاشت ايدك عاشت ايدك عاشت ايدك، تسلم. طلع العشاء الحمد لله، والمي جاي يتحرك بسرعه، فكميه الاكسجين كلش كبيره، فالسمك يجي من البزول ويتلقى المي. يعني اي طبعا هنا أنا يجي، لانه من كل مكان يجي لهذا المي. بالهور موجود كل يعني انواع الاسماك، بس احنا هذا الهور اللي رايحين هسه متجهين به يعني يمتاز بالتوفر سمك البني. البني طبعا من الاسماك العراقيه يعني اللي يرغبها مشهوره ويرغبوها ويحبوها، وحتى اسعارها باهظه هسه. وهذا الاسماك اللي هسه متوفره يعني موجوده بالاسواق هي الكاريبي وهذا السمتي، اللي هو هذا اصلا مو سمك اصيل يعني بالعراق، وانما اجى يعني كاثروه وبالزراعه تكاثر، وهسه يعني الناس هم تتغذى بيه، هو مفيد لا باس بيه. احنا هسه متجهين الى هور الدلمج. هور الدلمج يقع بين محافظه الكوت ومحافظه الديوانيه، تحديدا منطقه النعمانيه، والطرف الثاني هي منطقة الديوانية. هور كبير ويعني منخفض مائي. طبعا السمك العراقي يعني تقريبا شبه انقرض هنا هسه بالجنوب، يعني تقريبا من الكوت صاعد البنية موجودة، يعني قطان ماكو، ما اعتقد اكو قطان بعد ولا شبوط. قطان موجود يعني بالصدور، ثرثار ما ثرثار، وهم نسبات قليله يعني. هنا ما بقى قطان لان بسبب التجفيف الهوار. البنيه اكثر شيء موجوده هنا، هي الوحيده بقت تقريبا. وشبوط قطان عندنا هذا مالاتنا يعني احنا اللي مفضل عندنا. هو هاي السمك العراقي يعني الاصيل. تنظيم عملية الصيد بالعراق موجود بها قانون رقم 17 لسنة 2010 أقر البرلمان وصار جاهز للتنفيذ. ما نعرف شنو الأسباب اللي ما يتنفذ. المفروض أنه كل صياد ياخذ إجازة من وزارة الزراعة من الثروة الحيوانية ويمارس الهواية. لا الثروة الحيوانية جاي تفسر لنا عدم تنفيذ، وهذا مشرع يعني قانون برلمان مشرع، ولا وزارة الداخلية تتفهم هذا الموضوع ومرات تمنع الصيادين من ممارسة هوايتهم، هم منتمين لجمعيات. طبعا هي هالمنظمات
مجتمع المدن هسه احنا يا مالتنا مال الجمعيات مو حكوميه. قبل كان اكو دعم من وزاره التخطيط وزاره الداخليه كان اكو تخويل. هسه الامور بدات تتدهور شوي شوي بالنسبه للجمعيات. هسه الجمعيات يعني شبه ما لها اي صلاحيه ولا لها اي دور، مجرد تجديد هويات، تروح تجدد الهويه وهي. ما لهم نشاط هسه، يعني تخويل مثلا العمليات هاي لا اكثر ولا اقل. كل رحلة صيد لازم يصير عندك مواقف، لابد أن تكون عندك مواقف. ومن المواقف اللي مرينا بيها، طلعنا ويا واحد الأصدقاء أخذ زورق صغير، إحنا يسموه يعني جماعة يسمونه يعني هويري، لأنه حجمه صغير حتى يختل به الصياد. وانقلب بالله كان ماخذ وياه، إحنا نسميه هذا العلاس اللي هو يغش بي الاختفاء والبندقية مالته. همسين المي صافي زين، والمي يعني بارد وغميج، قلنا له ذيك بندقيتك ذاك اعتادك روح جيبه. ينزل بالمي مثل عقروقه، ينزل يرجع يصعد مرة ثانية إلى أن جبنا سيم، وتالي ما تالي طلعنا البندقية. همسين المي صافي طلعنا. يعني مواقف هي يعني مستمرة ودائما كذا. ومن المواقف اللي مو طريفة، مرة نزلت بمكان وياي أحد الصيادين اللي بجولتنا هو أبو أحمد، ونزلت بمكان بشختورة نزلوني، وراحوا هم وزعوا بقية الصيادين وعلى أساس المغرب يرجعوننا. تالي أبو الشختورة ما ندلني وبقيتها مزين. هسه أنا قبل شوية من قلنا من مستلزمات، يعني لو ما كنت ماخذ لايت أنا أموت بالبرد. فهو الصيد كله يعني مغامرة وبي طرائف وبي يعني قصص هواي، يعني بكل لحظة هو لازم أنت تتفاعل، ولازم أكو بالطرفة، ولازم أكو فد نكتة، ولكن هو هذا الصيد. أنا صغير طلعت للصيد، يعني لا ذكرها من عدها. كنا طالعين تقريبا بالطارمية أيام قبل، وعندنا كان شبك كرفة يسمونه، فمشروع كبير كرفنا به، نصبنا شبج قبل الكرفة وكرفنا الكرفة عليه جبناها. فأنا يم الشبج كنت واقف وهم اجوا يكرفون، سمكة كبيرة كلش كبيرة اجت شيتت، عافت الشبج. وين شيتت؟ شيتت على القاع. أنا صغير يعني مو مال السمكة، هلقتها تقريبا فوق المتر. فسويت جيت نمت فوقها، بعد شو سويت؟ تقلب علي اخر شيء. تدري سويت؟ عضيتها بسنوني عض. لما نجى والدي لزمت هاي على القاع، احنا عجرف. فهذا موقف يعني اتمنى كل الصيادين
أن يلتزمون بأحكام الصيد وأوقات الصيد وعدم الصيد في أوقات اللي أوقات التكاثر. الحقيقة هسه جاي نعاني من عدم التزام، صيادين جايين يصيدون في وقت تفريخ الطيور وهذا حرام وجريمة. الطير هو إلك، الله سبحانه وتعالى رزقه إلك. الدراجة اللي يصيدها في غير موسمها هذه راح تصير كمعدل 30 دراجة بموسم الصيد، ليش تقتلها؟ هذا طبعا جريمة. فأنصح كل أخوتي الصيادين، وما أصور واحد اسمه عنوانه صياد ويلجأ لهاي الجريمة. بدايتنا اليوم حلوة، صدنا طير تمام، هسه أنا بالله بالطير ممتاز وما قصرت. أنت سيدي عارفين بالطير. إيه بس شو بالصيد مال السمك مو تمام، ما أعرف ليش. أنا أقول لك نهار بي ونهار ما بي، هذا نصيد وهذا ما نصيد، شنو القصة؟ نهار نصيد بي. إيه. دائما يكون مية جاري وبي يعني خباط شوي. المي ماله مو صافي. تمام. المي الصافي سمكته ما تبقى بكشوفه. روح للقصر. تمام. تخافها من الصياد، تخاف من الطير. إيه. تمام. فدائما تشوف تلاحظها المي الجاري خباط صيد فيه سمك. زين انت شلون الشك بهذا مثلا؟ هذا باوعت عليه هذا مي وهذا مي. ليش الشك بهذا بيه سمك ويطلع بيه سمك؟ وليش مثلا هذا ما بيه سمك؟ مبين السيد المي تباوع عليه مرات يكون صافي من فوق. ايه. بس تباوع جوه. ايه. شوف فيه يعني فد. خبطه. يعني اي حركه ما سمعت. معناته اكو سمك جوا فما يطفى هو بالليل، يلا يطلع السمك يطلع الجروف يكون عظيم. زين هو اكثر شيء بالليل لو بالنهار؟ لا هو الحركه مالته بالليل. خاصه المناطق المكشوفه السليه مرات اذا هاي النهر بوساخه ومن دشيني ما جاي يصيد. طبعا هي السليه اذا مو مكان نظيف ما تصيد بيها، ما تنجح. ما تنجح. اي بس هي متعبة طبعاً، لأن تبقى أنت مستمر بيها حركتها. هو زين بالشتاء هو أكثر صيد لو بالصيف لو بالربيع لو بأي وقت أكثر شيء هو كسيد كل سمكة ولها. أكثر شيء هو يعني البرد ما تطلع لي سمكة، سمكة تنام في البرد. من يصير دفو هاي أيام دافية تشوف حركتها أكثر. تمام تمام تمام. الله يرحم الراحمين. زين لعد خلنا نرتاح لنا ساعه وننام نومه زينه، وباكر من الصبح صيد ان شاء الله طير وسمك ان شاء الله. هو ما تعبان؟ لا تمام صيد ما بيتعب. لا ان شاء الله كله رحمه ان شاء الله ان شاء الله.